الخبر الآخر طبعا عبر صحيفة الجماهير الإلكترونية، ذكر المستشار القانوني لنادي الهلال الأستاذ ثامر الجاسر أنه تلقى توجيه من سمو رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أساء إلى الكابتن والنجم الخلوق نواف العابد. وفي تفاصيل الموضوع الذي وصف بالمسيء للهلاليين ولنواف العابد، ما ذكره الكاتب الرياضي الأستاذ محمد أبو هداية في صفحته بتويتر ضد لاعب الهلال نواف العابد في تعليقي على حركتي عندما أشار لحذائه الرياضي بعد الهدف الأول عزكم الله ضد الاتحاد في لقائهم الأخير، حيث ذكر أبو هداية كلاما مسيء للكابتن نواف العابد. طبعا حاولنا إجراء اتصال مع الأستاذ محمد أبو هداية لطبعا أخذ رأيه في هذا الموضوع وتأكيد أو نفي هذا الخبر، حقيقة رفض المشاركة في هذا الموضوع وتحدث أنه ليس لدي أي تعليق حول هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ عبد الكريم الجاسر عضو مجلس الإدارة ومدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، مساك الله بالخير أبو يزيد. نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، وهل بالفعل هذا الخبر صحيح، هناك نية أو أن إدارة الهلال بالفعل قامت بإجراء قانوني حول هذا الموضوع؟ مساء الخير أبو تركي، مسي عليك وعلى الزميل عيز بريان وعلى الدكتور مدني والسادة المشاهدين. مساء النور، تفضل. يعني الحقيقة أبو تركي يعني مثل هذا الموضوع أعتقد أنه يعني لا يحتاج إلى توضيح، يعني موضوع واضح ومثبت في كل يعني في كل تفاصيله. وبالتالي يعني احنا من الموسم الماضي يعني يمكن أعلننا أنه احنا عندنا إجراءات دائما نلاحق فيها كل الإساءات للنادي، لكن للأسف أنه في البعض يعني يتساءل أنه ما هو دور هذه الإجراءات، أين النتائج، لماذا لم يحدث، يعني في تسرع كبير. أولا من حيث مثل هذه القضايا الجميع يعلم أن بعضها تأخذ سنة ونصف. النقطة الثانية أنه أنت لما تكون اتخذت الإجراء القانوني فهو تقريبا يعني محظور عليك أن تتحدث عن ما حدث وإلى أي مرحلة وصلت، وليس مطلوب منك أنه تقدم تقرير يومي أنه اليوم صار كذا واليوم خلبوا كذا اليوم رجعوا كذا. هذه إجراءات قانونية، يعني الناس يهمهم بالنهاية ماذا يحصل. النادي يقوم بدوره، إذا في مثلا تأخير لدى جهات أخرى أو عدم تفعيل لأنظمة وقوانين لدى جهات أخرى أو يعني أي معوقات، هذه طبعا ليست مسؤولية النادي. النادي عليه أن يقوم بدوره وينتظر. وللمعلومية يعني أنا أعتقد أنه يمكن أحد القضايا اللي رفعها الهلال يعني أكملت سنة ونصف، والآن تقريبا اتضحت أمورها وصدرت فيها أو على وشك أن تصدر فيها أشياء. اللي هي أؤكد هذا الكلام اللي أنا قلته لك. اللي هي أي قضية؟ ما هو نفس الحكاية، أنا ما أقدر أقول لك شيء. لا زالت منظورة. مو تقول إن خلاص إن صدرت بعد سنة ونص؟ يعني بعد سنة ونص طلع فيها إجراء أو قرار أو تبينت أطرافها أو كشفت يعني غموضها أو من يقف وراها أو يعني سمها ما شئت. لكن أنا أضرب عليك كمثل. نعم. إنه في أشياء يعني ليست مسؤولية النادي. النادي يعني عليها أن يتخذ الإجراءات الرسمية. إذا هذه الإجراءات فيها تأخير أو بطء أو أيا كان هذا يعني واضح من الناس بالذات الجماهيرية تتفهمه. طيب. يعني ما يكون فيه، يعني تصور إنه المباراة في الليل والإساءة اللي تمت يمكن كانت حوالي الساعة 12 أو كذا الصباح، الناس يسألونك إيش صار على موضوع كذا، يعني شيء يعني بالفعل كان مثلا كون فيكون. طيب إيش اللي صار بالضبط؟ هل بالفعل كان في توجيه بالقضية نواف العابد؟ يعني أكيد يعني سمو رئيس النادي يعني وجه محامي النادي المستشار الأستاذ ثامر الجاسر، وخصوصا في هذا الموضوع لأنه فعلا يعني موضوع مسيء ولا يليق بأي إنسان يدخل في هذا المنزلة. نعم. شاهدنا اعتراضات ناس على تصاريح أو على آراء في مباراة أو على أن الفريق هذا يستحق أو لا يستحق، كانت ردود الفعل يعني أشغلت القنوات. شاهدنا لاعبين الهلال يرفعون سعد الحارثي تقديرا لعلاقتهم فيه ومحبتهم له وفرحة في حصوله على كاس، وفهمت بشكل معكوس وتم مناقشتها في برامج رياضية على مدى ساعات، في حين أنه مثل هذه المواضيع ومن أشخاص
يعني للأسف يمثلون الإعلام ويسيئون بشكل يعني غير مقبول، ونجدهم يظهرون في 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 قنوات تلفزيونية ومنها يمكن القناة الرياضية السعودية ولا كأن الموضوع عادي. فالمفاهيم الحقيقة مقلوبة ومعكوسة. طيب نتمنى إن شاء الله أن الأمور تتعدل مستقبلا. عموما الحديث معك ذو شجون حقيقة أبو يزيد، لكن دائما الوقت حقيقة هو من يمنع المتعة والفائدة أحيانا بالنسبة لنا. الأستاذ عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، شكرا جزيلا لك.